عنهم عن أخيه. أحمد أصغر الأبناء وأقربهم إلى نفسي، وإن لم أصرح أبدا بحقيقة مشاعري تجاهه، فهو طيب القلب، عطوف، حلو اللسان، حساس إلى درجة كبيرة، مرح تأنس له نفسي وترتاح لجواره. قبل أن أقوم بتوزيع المال عليهم، لاحظت محاولة تقرب الأخوين من أحمد والحديث معه همسا، وتبينت أنهما يحاولان استغلال طيبة قلبه للحصول على ماله بحجة القيام بمشروع مشترك، وأيقنت من سوء نيتهما، فقررت أن أعطي كل واحد نصيبه من المال إلا أحمد، بحجة أنه صغير وأنني أحافظ له عليه. ثار أحمد ثورة عارمة، وحاول كثيرا أن يثنيني عن قراري هذا ويحصل على ماله كإخوته، لكنني رفضت بشدة، ومن ثم غضب مني وقرر السفر بعيدا ليبدأ حياته بعيدا عني وعن مالي. وكم شق على نفسي بعده وهو العزيز الغالي. أردت أن أكون عادلا وأن أعطي كل ذي حق حقه، فأصبحت في نظر الناس ظالما حرم ابنه الصغير من حقه ونصيبه. أصبحت ظالما وأنا المظلوم الذي يتعذب لفراق ابنه ويتوق لرؤيته والاطمئنان على أحواله. كم أشعر بالأسى والحسرة على ما فعلت، وكم من مرة حاولت الاعتراف بالحقيقة لأبرئ ذمتي أمام الناس وأمام ابني، ولكنني أخشى الوقيع بين الإخوة، وأريد لهم أن يظلوا دائما متحابين متعاونين. نظر الحكيم بحنان إلى الأب وقال له: أن تكون مغلوبا على أمرك وأنت منصف خير لك من أن تكون غالبا وأنت ظالم. لقد أنقذت ابنك مما يدبره له أخواه، وحافظت على علاقة الحب والود التي تربطهم، فلك أن تفخر وتسعد بذلك، والأيام كفيلة بإصلاح الأمور، وسيعود ابنك سالما غانما بإذن الله. والآن أيها السادة، هل يريد أحدكم أن يستبدل بمصيبته مصيبة غيره؟ فقال الأول: الزوجة البلهاء أفضل من داء الحسد. وقال الثاني: قد تكون البنت أنفع من الولد الذي يريد أن يخدع أخاه. وقال الثالث: إنني أحسد الناس، ولكن لدي من العلم والمعرفة ما يغنيني بقية حياتي. قال الرابع: قد أكون جاهلا، ولكنني لست كذابا مخادعا. قال الخامس: لقد أفشيت سري ولكنني صادق، ونلت الكثير من العلم والمعرفة. ثم قال السادس: قد أكون كذبت مرة، ولكنني أصون السر وأكتمه. وقال السابع: قد أكون ظلمت ابني، ولكن ذلك خير من أن أكون ظالمة، فأنا أضع رأسي على وسادتي كل ليلة وضميري مرتاح وقلبي مطمئن. لقد قرر كل واحد منهم أن يحتفظ بالمصيبة التي ابتلي بها، وأن يتأمل في جوانبها، وأن يعمل على اكتشاف ما تنطوي عليه من خير، فليس في الدنيا شر خالص ولا خير خالص، كذلك ليس فيها سعادة خالصة ولا شقاء خالص، وإنما مزاج من الخير والشر ومن السعادة والشقاء. والعاقل من يبحث عن السعادة بين يديه، فقد تكون في العمل والصبر عليه، وقد تكون في الحب والعطاء، وقد تكون في العدل ورفع الظلم عن المظلومين ومعاونة المحتاجين. وفي النهاية أقول يا سادة: إن سعادة الإنسان أمام عينيه، ولكنه غافل عنها، لا يشعر بوجودها. انتهت الحكاية.